اسالك سؤال وانت هتقول لي بصراحه. حاضر. كابتن علاء ابو علم الشيك من القناه؟ لا يا راجل، لا لا حرام، لا لا ما قابلتش علاء خالص والله. ما قابلتوش. امال انت ليك تصريح وقلت اللي هو كان بيكلم الاداره علشان بيتفاوض مع اداره القناه وانت تمشي؟ انا قلت الصريح ده؟ لا لا مستحيل. على فكره اول مره من ساعه ما مشيت في 28/8 اتكلم على القناه. معاك فوت اللبس. انت كابتن محمد من شويه اثناء الحوار، وهنا بسالك سؤال صريح، اثناء الحوار قلت لي انت ضد التبرعات لنادي الزمالك. اه. طب ليه ما تتبرعش لنادي الزمالك؟ ما طلب من مين اتبرع؟ مين قال لك ان انا ما اتبرعتش؟ انا كان اعتراضي ان نادي الزمالك ما يستاهلش ان حد يتبرع له، لان في ناس ماسكه هي المفروض تتبرع، لان هي كانت في منصب الاداره او المجلس المؤقت او المكلف ان هي تدفع الاول واحنا ندفع. وانا بقول لك من البرنامج ده، انا من حوالي 5 6 سنين عملت اقتراح ان لعيبه الكره كلها اللي في مصر والمدربين وكل من يملك او يقبض يدفع 10 جنيه في الشهر ونحطهم في الاتحاد او في صندوق عشان تعرف الزمن يا شادي، في ناس لغايه دلوقتي مش لاقيه تاكل، في ناس عيانه، في ناس مش لاقيه 1000 جنيه في الشهر. ويعني انا شفت التقرير اللي انت عاملينه، يعني الواحد يعني حرام، احنا قادرين نمشي وبنعرف ناكل شويه، في ناس مش لاقيه. فكانت الحاجات دي كانت هتبقى ستره للناس اللي هي سميها جمعيه رياضيين، سميها اي حاجه، على اساس انت مش بتلم. أيوة. انت بتتبرع بحاجه 10 جنيه، مش هتكلفك حاجه 10 جنيه دلوقتي. هتلم مثلا اي سي من الناس كام الف تقدر توزعهم على الاسر اللي هي محتاجه او المدربين اللي كان حظهم وحش في الزمن القديم. كابتن محمد كده الاسئله خلصت بتاعت كرسي الاعتراف وعدت على خير. الحمد لله، شرفتني ونورتني. الله يخليك يا شيخ. وانت ضيف عزيز على القلب. شكرا. خفه دم، الناس كلها بتحبك، الناس كلها بتحترمك، وانا دايما ببقى مبسوط جدا وحضرتك معايا. ربنا يخليك يا شادي، واتمنى لك التوفيق والبرنامج جميل. توترت؟ لا لا خالص. لا بس انا يعني انا من ضمن الحاجات اللي بتضايقني لو انا حد قال لي انت قلت حاجه ما قلتهاش، لكن انا عندي الصراحه ان انا اقول لك ان انا قلت. ده مهم لحضرتك، لكن لو عايز تقول القناه انا عندي ملف قد كده للقناه فخليه. شرفت ونورت. الله يخليك يا شادي. شرفتني ونورتني. شكرا. وبكده انتهت حلقه اوضه اللبس النهارده، استنونا بكره قبل دلوقتي بساعتين وتصبحوا على الف خير.